بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس مؤتمر المندوبين المفوضين، سعادة الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية رومانيا لاحتضان هذا المؤتمر، وكذلك لحسن الاستقبال والضيافة. منذ مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 الذي انعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد العالم تغيرات كبرى على كل الأصعدة، كان من أبرزها وباء كورونا الذي ساهم بشكل مؤثر في تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف في مدى جاهزية العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ناحية، والاستمرار في الحياة في أوقات الأزمات الكبرى من ناحية أخرى. ولعل الخلاصة الأبرز تتمثل في أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برز بوصفه القطاع الأهم في تأمين استمرارية الحياة بكافة تجلياتها. ويسعدني أن أشير إلى التناغم العميق بين استراتيجيتنا في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، وبين أهداف ومبادئ أجندة الاتصال 2030 المنبثقة عن الاتحاد. فنحن نضع على رأس أولوياتنا المبادئ نفسها التي تقوم عليها استراتيجية الاتحاد، وهي النمو في استخدام وتبني تقنيات الاتصالات، وضمان تسيير الفجوة الرقمية، وتحقيق الاستدامة وتطوير ثقافة الابتكار وعقد الشراكات بين مختلف القطاعات. وبينما تتصدر دولة الإمارات دول العالم في العديد من المؤشرات مثل سرعة التحميل عبر شبكة الإنترنت في الهاتف المتحرك، ونسبة انتشار النطاق العريض المتنقل، ونسبة انتشار الإنترنت بين السكان وغيرها، فإنها ما فتئت تطلق المبادرات التي تستهدف الإنسان في أماكن عديدة من العالم. وفي السنوات الأخيرة قمنا بنقل العديد من تجاربنا الناجحة إلى العالم لكي يستفيد منها القطاع الأوسع من الناس، حيث نقلنا تجربتنا في الأكاديمية الافتراضية للعالم من خلال مشروع مشترك مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ووسعنا تجربتنا في الابتكار من خلال الهاكاثون المشترك مع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتوظيف البيانات الرقمية في تطوير حلول التحديات. وفي إطار دعمها للمنطقة أطلقت بلادي مبادرة مليون مبرمج عربي بهدف النهوض بالمجتمعات العربية عبر تمكينهم من لغة المستقبل. إننا في دولة الإمارات ننتقل اليوم من الحكومة الرقمية للمجتمع الرقمي والحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، أخذين بعين الاعتبار الشراكة بين مختلف القطاعات. وفي هذا السياق أطلقنا أول هوية رقمية لخدمة سكان الدولة الذين يحصلون من خلالها على خدماتهم من الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء. السادة الكرام، إننا نرى اليوم الفرص الكبرى التي وفرها قطاع الاتصالات والمعلومات لبناء مستقبل أكثر سعادة ورفاهية للبشرية جمعاء. ولما كانت رسالة الإمارات على الدوام هي رسالة أمل وتفاؤل، فقد تجسدت تلك الرسالة في رحلة مسبار الأمل الإماراتي التي انطلقت إلى المريخ في اليوم 20 يونيو 2020، كما تجسدت في العديد من المشاريع الرائدة التي يمثل كل منها بارقة أمل وعنصر إلهام للأجيال في كل العالم. أخيراً وليس آخراً، إن بلادي التي كانت على الدوام منفتحة على أفضل التجارب العالمية تعلن أنها اليوم ترحب بكل من يريد الاستفادة من تجربتها في توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات لخدمة الإنسان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.